النهارده سيشن 2 هناخد الاستراتيجيز في الاديشن. الاديشن عندي بعملها بكذا طريقه على حسب الطريقه بتاعتي اللي هو بيطلبها مني. اول حاجه هاخد الاديشن العادي خالص اللي هو بطريقه الفيرتيكال اديشن، يعني لما يجي لي نمبر زي ده بلس فيروز ريد ذس نعم نمبر، ريد ذس نمبر فيروز 243 نو. انا قلت السيشن اللي فات لما اجي اقرا اي نمبر بقرا ال 100 لوحده، فبقول 200 وبعد كده اجيب الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه دول؟ 34. ف 234 بلس وات؟ كملي فيروز بلس وات؟ 100 وهاتي الرقمين 43 دول مع بعض 143 برافو. ايكوال وات كريم؟ جاوب. اي ستارت 200 فروم، ستارت فروم، 177 اي ستارت فروم الوانز. تمام يا كريم، يا ريت بعد يبقى إذنك، اي بس ستارت فروم الوانز. هي رمسي ما خدتش جمع ال 100 قبل كده خالص، تمام إن هي تجمع رقم كبير يعني. تمام ما هو الكبير هقول 177 ماشي. I start from the ones 4 plus 3. I put 4 in my mind وال 3 in my hand and count after 4 5 6 7. يبقى أنا كتبت ال 7. طيب بعد كده هروح على ال 10s، هاخد هنا ال 3 برضو مع ال 4. I put the 4 in my mind، احط ال 4 في دماغي وال 3 in my finger after برضو 4 5 6 7، اكتب 7 كمان مرة، ده ال 10s. بعد كده يا رمزي هدخل على ال 100، نفس القصة بتاعتهم برضو، بحط النمبر الكبير in my mind والصغير على صوابعي in my finger. ال 2 احطها in my mind وال 1 in my finger after 2 3. طيب رانسي how can I read this number؟ لما اجي اقراه يا رانسي قلت بقراه ازاي؟ اول حاجه باخد النمبر اللي موجود في ال 100، فلما اجي اقراه بقول له ايه 3 زي ما هو كده، بس بقول اسم العيله بتاعته 300، 300 واجيب ال 2 نمبر دول او ال 2 ديجيت دول مع بعض كاني مش شايفه غيرهم. دول لما بيكونوا مكتوبين كده كنت بتقولي ايه 77 صح؟ فيبقى النمبر 377، دي الريزلت بتاعتي. تمام. طيب رانسي ممكن تقولي لي النمبر اللي انا هكتبه لك ده اسمه ايه؟ طيب على بعض 572 572 برافو بلس225 225. طيب يحيى نعم answer this question. I start from the ones 2 plus 5 equal what? 7 7 7. 7 plus 2 equal what? 9 9. 5 plus 2. 8 5 plus 2. 7 7 after 7 5 6 7. Then the result is اقرأ النمبر ده 797 797. دي طريقة الايه اسمها ايه الفيرتيكال واي. الفيرتيكال واي يعني التو نمبر بتلاقيهم مكتوبين تحت بعضهم كده، ببدأ بالوانز بعد كده ببدأ بروح على التنز بعد كده اروح على الهندرد.
طيب ال way number 2 اللي هي ال horizontal way، يعني لما يجي لي number زي كده نفس ال number ده. هنا أنا عايزة أقرأ ال number ده زي ما قلت، فأنا هاخد ال 2 لوحدها اللي هي موجودة في ال 100، فبقول 200، وبعدين هاخد ال 2 digits دول مع بعض اسمهم إيه؟ 75. يبقى النمبر على بعضه 275 بلس، اخد ده لوحده 100. طب هاجي اقرا دول مع بعض، الزيرو على الليفت يبقى مش بقراه، يبقى 103. يبقى 275 بلس 103. طب ازاي بعمل لهم اديشن بالهوريزونتال واي دي؟ والطريقه دي الناس، في ناس بتسترخمها شويه بس احنا لازم نتدرب عليها. بعمل ايه؟ باخد الاولاني هنا اللي هي الفيرست ديجيت مع الفيرست ديجيت هنا، 5 بلس 3، الاولاني من هنا مع الاولاني من هنا، after 5 6 7 8، يبقى the result is 8. فبكتب ال 8 كده برضه، اول واحده اول ديجيت. بعد كده هاخد الثانيه مع الثانيه اللي هي ال 10 مع ال 10، 0 بلس 7، 0 بلس 7 equals 7. بعد كده هاخد ال 100 مع ال 100، ال1 مع ال2 اللي هو اخر ديجيت هنا مع اخر ديجيت هنا، 1 بلس 2 equal 3. يبقى the result is 378. يبقى الway دي اسمها ايه؟ ال horizontal way اسمها ايه؟ horizontal way. فاهمين معايا؟ طيب يوسف معايا؟ يوسف يلا يوسف عشان تحل، حل أول سؤال كده. نمبر بي، لتر بي، حل لتر بي يا يوسف جدي تحت المايك. اه لتر بي، اقرأ الأول مش النمبر اللي عندك. كبر الشاشة. شاشة كبيرة على الآخر اهي، لتر تمام بي اهي، زومها انت من عندك شوية اهي. استنى هقفل وافتح تاني عشان في مشكلة. طيب ماشي. يلا يلا يا فيروز نعم اقرأي النمبر وحلي. يلا 105 خلاص، بلس وات 750 700. ها 50، برافو 753. بتاعتك اللي انت كملي يلا، متسلسلين ولا عادي؟ كملي يلا يا فيروز. نعم كملي حلي يلا. هحل ازاي؟ I start from ايه؟ الوانز، الوانز اللي هي فيها ايه؟ 5 بلس 3. يلا يا فيروز 8.8 زين كملي يا فيروز، 5 ما تقفليش المايك. 0 بلس 5 5 equal 5، 1 بلس 7 8 8، the result is 858 858. برافو يا فيروز، بيج ستار فور فيروز. فرانسي نعم يا مس. بليز، يلا رقم 426 بلس 301 361. اكسلنت. I start from what؟ 7 6 6 6 بلس او 6 بلس 1 1 equal equals 7 equal 7. bro يوسف lower your hand. كملي يا رنسي. كبير من السكس ها سكس in your hand 6 in and your one mind وال 2 التو
on my finger. أيوة after After 6 six, 7 8 7 8 برو 4 plus 3 4 plus 3 4 in your hand and 3 in your finger. After 4 5 6 7 The result is what? 787. Excellent. Big store for Ramsey. ماشي كده الواي دي كان اسمها الايه؟ الفيرتيكال واي. دلوقتي كريم هيحل على الهوريزونتال واي. يلا يا كريم. Letter A. Lower your hand بس كريم. كريم. طيب يلا يا يحيى. نعم. يلا. two plus Letter A. three two plus three 2 plus 3 two equal what? two two 5 5 5 4 plus 5 equal what? nine nine 9 6 plus 1 equal what? 7 7. The 7 result is what? 795 برافو يا اكسلنت كريم. يلا يا كريم افتح المايك بتاعك. هل ليتر سي كريم؟ نعم ليتر سي zero plus eight equals eight equals 8. Two plus three equals five. طيب 4 plus 3 equals 7. 7. The result is what? 458. 758. برافو يا كريم. بيج ستار فور كريم. يوسف. يوسف. يلا يا يوسف. حلو. Letter G. سريعا شوية يا يوسف. 7 plus 7 2 plus 2 equals 9 9. 2 plus 3 5 2 plus 3 5. and 800 because there's nothing making برافو. those it nice. هنا ال 800 plus nothing، مفيش هنا اي نمبر في ال 8 في ال 100، يبقى 8 plus nothing it will be 8. then the result is Yes, what؟ 859. برافو اكسلنت. طيب هاخد بقى نفس ال 2 ways اللي انا خدتهم دول بس with ايه؟ rename أو regroup. يعني إيه with renaming؟ يعني مسألة زي دي كده two hundred seventy five plus 327. I start from the ones five plus seven. Bottle 7 in my mind will 5 in my finger. After 7, 8, 9, 10, 11, 12. طيب هكتب ال 12 كلها؟ No. بكتب ال ones بتاعتها بس اللي هي ال 2. طب ال 1 بتاع ال 12 ده اوديه فين؟ ال 1 ده بيبقى carry. يبقى بقول له ايه؟ bottle 2 and ايه؟ carry up 1. ال 1 لما احطه هنا فوق ال 7، ال 7 هتكبر will be increased by 1، يعني ال 7 will be 8. النمبر اللي بعد ال 7 على طول 8، يعني ال 7 بقت 8. 8 اعمل لها بلس على ال 2. 8 بلس ال 2 equal what؟
bottle 8 in my mind and 2 in my finger. After 8, 9, 10. برضو هكتب ال 10 كلها. No. هكتب الايه؟ الزيرو وكاري اب 1. ال 1 هنا بقى فوق ال 2. ال 2 هيحصل لها ايه؟ increase by 1. يعني ال 2 هتكبر. تبقى كام؟ 3. تكبر النمبر اللي بعدها على طول. 3 plus 3 equal what after 3? 4, 5, 6. يبقى the result is 602. فاهمين؟ Yes. ناخد واحدة كمان. Three hundred eighty four plus 579. I start from the ones. Four plus nine. Put nine in my mind with four in my finger. After nine, 10, 11, 12, 13. Put three and carry up one. كتبت three بس والone حطيته هنا فوق الeight. ايه اللي هيحصل للeight؟ هيحصل لها ايه؟ increase by 1، يعني هتزيد تبقى 9، لأن النمبر اللي بعد ال 8 9. 9 plus 7. Put 9 in my mind will 7 in my finger. After 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. هكتب ال 16 كلها؟ No. Put 6 and carry up 1. حطيت ال 1 هنا فوق ال 3. ال 3 اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها increase by 1، يعني هتكبر. تبقى كام؟ تبقى 4. 4 plus 5. Put 5 in my finger. Put 5 in my mind. Will 4 in my finger. After 5, 6, 7, 8, 9. يبقى the result is 963. Are you understand? Yes. طيب يلا Yes, نبدأ تاني teacher. الحل. مين يحب يبدأ يحل؟ أنا. اقفل ده. يلا يا فيروز. نعم. اللي هيحل سؤال يا جماعة هيقرأه الأول. ليتر ايه يا فيروز؟ حلي هنا في نفس الوقت. رانسي هتحل ليتر بي. كريم هيحل ليتر سي. يوسف هيحل ليتر دي. لا حلي هنا على البورد. حلي قدامي على السبورة. البين قدامك ظهر. حلي بيه. آه يحيى هيحل ليتر ايه؟ ليتر ايه؟ يلا يا جماعة. مش هصير اصير فكرة. يلا يا فيروز يا جماعة الصوت. يلا كنت ناين بلس ناين بلس مين هيحل فيروز؟ نعم يلا حل اقراي سؤالك. سؤالك كويس اهي. 300 انت داخله من 2 اكاونت يا فيروز، اخرجي من واحد عشان الصوت الدوشه اللي بيحصل عندي. تمام. 376 plus 287. I start from what فيروز؟ افتح المايك. طيب الوانز. from ال ones. تمام تمام كملي يا فيروز. يلا حل. انا كتبت 936. 936. قولي عملتي ايه كريم؟ قولي الاستفسار بتاعتك. انا عملت نفس ال 8 plus 9. انا عملت ال 9 your mind and the 8 your hand. انا عملت ال 8
after 9 10 11 12 13 14 15 16. برافو يا كريم. بوتل 6 وحط ال 1 يبقى 1 plus 5 equals 6 ما و 6 تقولش plus احط 7 ال 1 equals اسمها carry up 1. carry up 1 and 1 plus 5 يبقى equals 6 اه ال 5 will be 6. 6 plus 7 و 6 equals 13.13. and انا عملت carry up 1 برافو. عملت 1 plus 3 equals 4 4 plus 5 equals 9. برافو يا كريم، اكسلنت، بيج ستار فور كريم، اكسلنت كريم. يلا يا رانسي قولي لي عملتي ايه. رانسي 9 plus 2 9 plus 9 2 equal 9 in your 100 and 9 in your head and 1 and 2 on your finger after 9 10 after 10 11 12 after 9 10 after 9 10 11 11 bottle 1 and one and two carry up 1. بكتب 1 وال 1 التاني بوديه فين؟ اخليه carry 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 up up 1. طيب ال 3 هتبقى كام؟ لما يحصل لها carry up four 1 تبقى 4. تمام، 4 plus 6 four plus six ten 10. برافو. بكتب ايه؟ zero 0 carry up 1. one السريع هتبقى كام؟ هتبقى 4 4 بلس 4 8. 8 طيب يبقى الريزلت هتبقى ايه؟ 801 1. برافو يا رنس، 10 مش بيجي ستار هتتكلم فور رنس 801. طيب يوسف عملت ايه؟ يوسف افتح المايك يا يوسف. كتبت 1 plus 9 equals 10 بس معاها 0 وهنا 1 زيرو كاري اب وان يعني هنا 10 plus 9 10 بلس 9 ايكوال equals 9. 19 وحطيت هنا 1 تمام، بكتب ال تبقى 9 وال 1 كاري. 4 بلس 4 3 plus 3 equals equal 7 يبقى الريزلت هتكون ايه؟ 790 790. برافو يا يوسف. يحيى عملت ايه؟ اقرا الاكزامبل بتاعك يلا. 8 بلس 5 بعد الايه after 8. 9 10 11 13 13 13 total 3 and carry up 1. ايه كتبت ال 3 وال 1 راح فين؟ carry. فوق الفوق فوق ال 4، وال 4 بقت كام؟ فوق بقت 5 اه ال 4 تكبر تبقى 5. 5 بلس 7 12 12. هكتب ايه؟ 2 2 وكاري اب 1. ال 1 هنا هيحصل لها ايه؟ تكبر تبقى يبقى كام؟ 2 2. 2 بلس 4 2 2 بلس 4 6 6. يبقى 6 الريزلت بتاعتي هتكون ايه يا يحيى؟ 620 23 623. برافو فيروز. فيروز نعم معايا؟ يلا يا فيروز خلي مسألتك. 6 بلس 7
فيروز 13 13. هكتب ال 13 كلها. لا ما هكتب ايه؟ هكتب السري وال1 يروح فين؟ خليكي فاتحة المايك، ما تتكلميش كلمة وتقفلي المايك بعدها. والسري ال1 فوق ال7، ال7 بقى كام؟ ايه 8. 8 بلس 8 ايكوال وات؟16 16. اكتب ايه؟ 6 6. وبعدين 5 ال 1 يبقى هنا كاري، she has 16. I write 6 and carry up 1. ال 3 will be what؟ ال 3 اللي هيحصل لها هتبقى كام؟ 4. 4 4 plus 2 6 6. The result is what? 663 برافو يا فيروز، بيج ستار في فيروز. في حد تاني لسه محلش؟ كده كله حل؟ ماشي كده كل اللي قدامي حل. فاضل هو محمد ده كل شوية عمال يدخل ويخرج، ده حد فيكو؟ لا طيب نعم يا مس ايه محمد؟ نعم يلا يا حبيبي حلو، انت اللي دخلت جديد معانا صح؟ ماشي يا حبيبي. طيب هتحللي الاكزامبل ده. eighty nine eight plus nine 8 plus 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 لا 17 put a 9 in your mind وال 8 in your finger وال table كام 17 I write 8 after 9 after 9 10 11 12 13 14 15 16 17 but what ال 7 put 7 and carry up that was 1 4 3 Oh, carry up 1. 3 will be what? 3 will 4 be what? Will be 4. 4 plus 2. 4 plus 2 6 6. 6 plus 1. 7 The result is what? 7167 700. 67 67. تاني عشان انت ما كنتش حاضر معانا في ازاي بيقرأ النمبر. بعمل ايه يا محمد؟ انت عارف ان اي نمبر بيكون متقسم ل 3 ديجيت، وانز وتنز وهندرد. ركزوا معايا بقى، نمبر زي ده لما باجي اقراه ببدأ من الهندرد يا محمد، من اخر ديجيت عندي ده ايه؟ دي 3 فبقول اسمها 3، وموجودة فين؟ موجودة في ال 100 فبقول اسمها 300. وبعدين هاخد الاتنين ديجيت دول مع بعض، لاني خلاص بقى مش شايفة ال 3 دي، مش شايفاها، لاني مش شايفة غير دول 24، يبقى اقول له 324. اوكي اوكي محمد ريد ذس. nine one hundred 900 وبعدين 900 دول كام؟ دول 16 16، يبقى 916. برافو يا محمد. يبقى انا كده خدت الاديشن ويز ايه، رينيم او ريجروبينج. هاخد طريقة تانية للاديشن
بس اسمها طريقة الفيس فاليو، ودي اللي برسم فيها وخدناها قبل كده. برسم فيها ازاي؟ انا عارفة طبعا ان الوانز لما باجي ارسمه برسمه بايه، سكوير صغير. الوانز بيترسم بسكوير صغير، انما التنز بيترسم ازاي؟ التنز بيترسم بايه، واحد طويل كده ورفيع. بس يا كريم ركز هنا يا كريم، لما باجي ارسم الوانز برسم الوانز بمربع صغنون كده زي اللي انا رسميه كده على الشاشة. طب التنز بيترسم ازاي؟ التنز بيترسم بواحد طويل ورفيع كده، يبقى دي رسمة التنز. طيب عندي اي نمبر مثلا زي ده كده 23، عايزة ارسمه، هرسمه ازاي؟ اول حاجة بقسمه لوانز وتنز. انا عارفة ان الوانز فيها 3 والتنز فيها ايه 2، بس التو في التنز يعني 20، يعني ال 23 دي معناها 20 بلس 3. طب لما اكون عايزة ارسمهم هرسمهم ازاي؟ هرسم ايه 3 في الوانز، 3 في الوانز يعني ايه 3 سكويرز صغيرين، 3 مربعات صغيرين كده اهو، يبقى انا كده رسمت 3 في الوانز. طيب هاجي ندور التنز، التنز فيها 2، طب التو هيترسموا ازاي؟ قلنا التنز بيبقى رسمته طويل ورفيع كده اهو، ريكتانجل كده طويل ورفيع، هرسم 2 منه 2. بس كده انا عملت ريبريزنت لل 23. تمام، عندي واحدة تانية زي دي كده 54، عايز ارسمها. قلنا ال 54 دي معناها ايه 4، وهنا 50، يبقى 4 بلس 50. طب لما اجي ارسمهم برسم 4 في الوانز، 4 في الوانز يعني 4 صغيرين اهم، 1 2 3 4. هاجي لدور التنز، التنز فيها 50 يعني 5، ارسم ال 5 بالهم ريكتانجل ايه رفيع وطويل كده اهو، 1 2 3 4 5، يبقى ده اسمه ايه كده، انا عملت ريبريزنت لل 54. هعكس انا بقى، انا هكتب لكم رسمه والاسرع هيقول لي الجراف اللي انا رسمه ده بيعمل ايه ريبريزنت لاني نمبر. هرسم انا دي، كله يفتح المايك عشان الأسرع هيقول هو اللي هياخد البوينت. النمبر اللي أنا رسمته ده اسمه إيه؟ 43 برافو برافو، بس لوسي في قايل الأول، برافو يا شباب، بيج ستار فور يو، بس أنا اللي كنت أول أنت اللي بالحقيقة. قلت الأول ماشي يا محمد، بيج ستار فور أول. طيب هنا جاي يقول لي ايه في الاكزامبل بتاعي، اما الزوم يفصل زي ما اتعودنا هندخل على نفس اللينك. هنا مكاتب لي ايه 23 بلس 35 ايكوال وات، هعمل لهم الاول اديشن ال 23 لما اجي اعمل لها ريبريزنت 3 في الوانز، ورسم لي في الوانز 3 صغيرين اهم، ورسمني في التنز 2 اتنين رفيعين وطوال اهم، بلس ال 35 هعمل لها ايه سكوير لوحده، مربع لوحده او تيبل لوحده. ال 5 في الوانز هرسم ايه 5 صغيرين اهم، وال 3 في التنز هرسم 3 في التنز. بعد كده لما اجي اعمل اديشن انا عارفه ان الوانز مع الوانز والتنز مع التنز، فانا هاخد الوانز اللي هنا مع الوانز اللي هنا. طب الوانز دي فيها 3 وهنا فيهم 5، يبقى احطهم مع بعض في نفس الايه التيبل، 5 بلس 3 ايكوال 8، فهرسم 8 8 سكوير صغيرين كده. بعد كده هاخد التنز مع التنز، هنا كان في 2 وهنا في 3، لما جمعهم في نفس التيبل هيديني 5.
يبقى الريزلت هتكون ايه؟ 58. الريزلت هتكون ايه؟ 58. طيب اخد ال 23 عمل لها ايه؟ analysis ال 3 في ال 1 ب 3 وال 2 في ال 10 ب 20 بلس 35. ال 35 ال 1 فيها 5 وال 10 فيها 30 equal. هاخد هنا اعمل بلس ال 3 مع ال 5 8 و20 بلس 30 اقول له 0 بلس 0 ايكوال 0 و2 بلس 3 ايكوال 5 فيديني 50. يبقى الريزلت هتكون ايه؟ 58. تمام. الزوم هيفصل حالا، ادخلوا تاني على نفس اللينك يا شباب.